هل للنجاح أسرار؟ لمعرفة أسرار 67 ناجحاً في شتى حقول الحياة مثل لويس باستور وستيفن كوفي ومحمد الفاتح وأينشتاين وغيرهم ممن تركوا بصمات في التاريخ، والامتلاك الأداة الأقوى للتحفيز من قصص الناجحين في كفاحهم ومثابرتهم ومعاناتهم في سبيل بلوغ قمة المجد. كتاب كيف أصبحوا عظماء للدكتور سعد الكريباني، سرد قصصي مشوق وجاذب. هذا الكتاب متوافر في جميع فروع العبيكان وموزعيها في المملكة والعالم العربي. كتب مميزة. كتاب كيف أصبحوا عظماء العبيكان للنشر، نلهم المعرفة.